كابتن سيد النهاردة جينا لحضرتك عشان نقول لك شكرا، شكرا على مسيرة طويلة، مسيرة رائعة كان فيها إنجازات وكان فيها بطولات، وجينا لحضرتك عشان نرد لك جزء من الجميل وسط أسرتك الجميلة ووسط كمان ما شاء الله الأحفاد. فالنهاردة بيسعدنا ان احنا نقدم لحضرتك درع قناة الأهلي على المسيرة الطويلة. وانا اشكرني طبعا، انا بشكركم طبعا ان اكرم من قناة نادي الأهلي، وبشكر نادي الأهلي على التكريم. طبعا دي حاجة مش جديدة على نادي الأهلي او قناة النادي الأهلي انهم يكرموا النجوم. النجوم اللي فيك ليكون رد الجميل، فرحتونا كتير مهما عملنا قليل، وهو جيل